ديالي حاليا هي الاشراف على حراس جميع الفئات الصغرى ديال بما فيهم الاسبوار المينيم كادي جونيور والمدرسه وما كتكونش. هذا البروجي هذا المشروع كنت طرحته على مكتب المسير في عام 1994 ولكن ما عطاش الاجابه ديالو وكانت تبنته المغرب الفاسي بحكم المقاربه ديالي واصدقاء ديالي اللي عندي تما. والحمد لله المغرب الفاسي عطات حراس في المستوى في على الصعيد الوطني كامل. هذا المشروع هذا من بعد ما قلنا هنا المكتب المسير الحالي ديال 2016 قلنا لهم وافقوا عليه بالرحب وحقيقه التفاته طيبه ومشكورين على هذا على هذا التفاته لان هذا المشروع ماشي مشروع غير اتحاد طنجه، هذا مشروع مدينه كامله ومشروع ديال الوطن. لان ملي كتشوف المشاكل اللي كنعانيو منها في المنتخب الوطني وفي المغرب على الصعيد الحراس المرمى دونك كنتاسفوا وهذا الشيء راه حقيقه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم فاهمه وراه عاملها ناس في هذا المستوى ورانا خدامين وراه ان شاء الله باذن الله الجمعيه قايمه بالواجب ديالها. الجامعه قايمه بالواجب ديالها هي كتحث على ان الاطر اللي قراتهم اللي وجدتهم باش يدخلوا المراكز التكوين المدارس الفئات. نرجعوا للمشروع ديالنا، المشروع ديالنا هو جيت لهنا كنجبر بان كاين بعض الحراس اللي هي ديال 4 سنين 5 سنين ما وصلوش للشبكه ما تريناوش. دونك اليوم بدينا من الصفر تقريبا. يعني كنحاولوا نعملوا المانتيان يعني نخليوا الحراس اللي غادي يكونوا في الشبكه اللي غادي يحاصوا لنا نعملوا لهم المانتيان ديال اللياقه ديالهم ولا الكورديناسيون ولا لي جيست تكنيك ديال كرة القدم ديال حراس المرمى. وكان ياخين كنوجدوا واحد مشروع حراس عندنا تقريبا واحد 5 ولا 6 ديال المشروع ديال كحارس مرمى ان شاء الله باذن الله لا في الطايه ديالهم في الطايه ديالهم في القامه ولا في التقنيات ديالهم. التقنيات شويه باقي ناقصين ولكن القامه تبشر بالخير حيث ان عندنا حراس فيما فيهم 192 189 184 187 او بلو تار 3 سنوات ولكن قدو نحققوا المراحل يعني نقدو حارس مثلا اذا كان القامه ديالو واجده والمسائل التقنيه نقدو في عام واحد نقدو ينقز القسم الوطني الاول ولكن باش ماشي يكون حارس رسمي يقدر يكون في الاحتياط. دونك حنا الحراس ديالنا الاولانيين نشجعوهم باش يكونوا في الاحتياط هو الاولاني وموراها غادي نشجعوهم باش يكونوا هما الاساسيين. دونك المشروع كيطلب 2 3 سنين الماكسيموم ولكن التيما ديالو غيبدا من هاد السنه ان شاء الله. علاش؟ لان جبنا حراس في المستوى عندهم التقنيات والقامات والقامات راه مهمين. في الحقيقه هاد دابا حنايا الا استطعنا ندورو على الحراس اللي عندنا في اتحاد طنجه والحراس اللي قراب لينا واستغلينا الفرصه داك لا بروسبكسيون اللي عملت او لا ديتكسيون اللي عملت مركز تكوين واللي عملوا لي مينيم لي كادي جونيور ليسبوا حاولنا نديو ما احسن ما اجود ما عندهم. دابا مور هاد المرحله هذه غادي تكون المرحله ديال لا بروسبكسيون ولا ديتكسيون خارج اتحاد طنجه سيتادير غنبداو نخرج الجمعيات غنبداو نخرج الفروق غنبداو نخرج الاحياء غنبداو تما غنعملوا لا ديتكسيون ديالنا. هي في الحقيقه كاينه على قبل كاين بعض الدراري جاو عندنا من الزنقيه عندهم المستوى راهو ما كاين في ليمينيم عندي واحد 3 جاو من الزنقه عندهم المستوى. دونك هذيك هي اللي شجعتني باش انني نخرج الاحياء ونمشي نفتش في الجمعيات ان شاء الله بينا. من بعد هذه المرحله هذه المرحله الثانيه هي غتكون عندي لا ديتكسيون تنقيب خارج اتحاد طنجة ان شاء الله.